في مباراة سان داونز. لذلك كلنا وداد وكلنا براكنا إن شاء الله في الموعدين. فرصة هنا للوداد عن طريق إسماعيل حداد ولكن بعيدة. أورينتار يرسل إسماعيل من خلال هذه الكرة الماضية. شوف الإعادة هنا تنفيذ التماس بسرعة من نصير. جيبور في عملية تحضير المراوغة والتسديد القائمة اليسرى من إسماعيل لكن على مرمى الحارس ياسين الحاد. أورينتار أول فرصة يستلم هذه الكرة محاولة التمرير هناك على الجهة اليسرى. تمريرة خاطئة ليبيري حط كرة على الجهة اليمنى. بديع ماذا سيفعل؟ بديع يسدد أبرز فرصة. نعم بديع لاوك بديع في مستوى وفي تطور مباراة بعد أخرى. نعم تطور وتصاعد في الأداء بالنسبة لبديع لاوك. شوف الإعادة قطع الكرة من نصير مشات لليبيري. جيبور يحطها في منطقة جزاء. بديع يسدد بيمنى مرة محاذية. أبرز تهديد لفريق الوداد. الوداد ياخذ بزمام الأمور. الوداد يدخل في الماتش بسرعة. الوداد هو اللي يضغط والوداد هو اللي يسيطر على الكرة. في الإعلان الركلة الجزاء في هذه اللحظات. شوف الإعادة الحداد يتحداهم. الحداد يخترق. الحداد يمشي لمنطقة الجزاء. هو النهيري بخارج القدم يحط كرة في منطقة الجزاء. يمشي لإسماعيل الحداد والتدخل بعد ذلك كان موجودا من المدافع وبوسليم. لم يتردد في الإعلان الركلة الجزاء لفائدة فريق الوداد الرياضي. في المواعيد القادمة دي ويليام جيبور أمام ياسين الحاد. هل يعود جيبور وهل تعود أهداف جيبور؟ أمان الكلمة ستكون للحارس ياسين الحاد. إذن بوسليم سيعطي الإشارة لتنفيذ ضربة الجزاء. جيبور الليبيري يتقدم. جيبور يتقدم. جيبور جول. الوداد يتقدم من علامة الجزاء. الوداد يتقدم من علامة الجزاء والوداد نعم عينه على النجمة الثانية. 1-0 الليبيري. ويليام جيبور عودة جات بالهدف. عودة مع عودة الأهداف يا جيبور. هو الليبيري نعم لم يبتعد كثيرا عن الكرة. الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة. 1-0 نعم أفضلية للفريق الأحمر المتعود على اللعب بالمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله. ذكرت بأن هذا بيت الوداد. لا اختلاف بين الرباطي وكازا. الوداد حتى لو يلعب في الشرق في الغرب في الجنوب في الصحراء يلعب في النهار يلعب في الليل ما عندوش نستناو لقب الشامبيونز ليغ لأنه هذا طبعا مكافأة لكل مجهودات فعالية الوداد. هنا كرة فرصة 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 التسديد ولكن مرت بعد ذلك رسالة بين أحضان الحارس أحمد رضا التقناوتي. حتى الآن من الكفاءات التحكيمية دي ليست مجاملة بينما فرصة هنا مرت جانبية بعد ذلك. يعني قليل الأخطاء على فكرة ياسين بوسليم. أنا شاهدته في العديد من مباريات الدوري المغربي. قليل الأخطاء وإن شاء الله يكون حاضر متميز اليوم من الكفاءات التي تستحق كل التنويه والإشادة على مستوى التحكيم الذي أثار جدلا كبيرا. ولكن صحيح هناك بعض السيئات بعض السلبيات على مستوى التحكيم ولكن لا ننسى بعض نقاط الضوء على مستوى التحكيم. وتحكيم وسط الميدان لمن توفيق الصفصافي بالاستلام. ينتظر بوطويل على الجهة اليسرى. وينك يا بوطويل؟ وينك يا بوطويل؟ هنا تأخر في الصعود. يفضل العودة لبالرحمة. يسدد بالرحمة. الحكم هنا يقول فيها ركنية نعم لفائدة فريق الجيش الملكي. القائد هو من سدد الكرة. المادي بالرحمة على الأرجح هذا آخر موسم له رفقة نادي الجيش الملكي. هناك تسديدا تسديدا نعم وهناك ركنية بالرحمة. لدي عروض من الداخل وكذلك من الخارج. نعم هذا هو اللاعب عبد الغني معاوي يسعى لتنفيذ الركنية. معاوي صعود مجموعة من اللاعبين. نشاهد كذلك توفيق الصفصافي الرأسية بعد ذلك تتحول إلى ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد الرياضي. المرمى البدنية بالنسبة للاعب الوداد ممتازة جدا. هنا كرة داخل منطقة الجزاء. فرصة فرصة من إسماعيل. يدخل إسماعيل وجيبور يفقد توازن. جيبور يفقد توازن. جيبور مرة أخرى تمشي كرة. يرجع حمزة خابة للخلف لتوفيق الصفصافي وراقب أشرف داري. داري والصفصافي راس الصفصافي يقوم بمراوغة ممتازة. فرصة اليوسفي. اليوسفي كاد يعدل النتيجة لكن السوبر ياسين بوسليم. هنا تلعب الركنية. فرصة على القائمة الثاني والمتابع بعد ذلك بتسديدة. فرصة والحكم هنا يوقف اللاعب. بداية كما قلت ضغط عناصر الجيش الملكي. أبرز كرة عن طريق اللاعب اليوسفي. هنا لمسة يد نعم. الحكم يشير إلى
عجودي لمسة يد على الدائرة الأيسر عبد المنعم. شوف شوف الإعادة، شوف الإعادة، تمرير الراية من الصف صافي وبعد ذلك اليوسفي سدد رائعة رائعة جدا. أنا عجبني أكثر طريقة اللي مرر بها توفيق الصف صافي بخارج القدم، مقوصة هذه التمريرة بعد ذلك كما جاءت اليوسفي يسدد وردة فعل ممتازة لأحمد رضا التكنوتي هنا. الإعادة للكرة السهلة لويليام جيبور تأخر فيها وتباطأ فيها وبالتالي ضيع لنفسه على فريقه فرصة ثانية، وجيبور جيبور يسدد، جيبور يسدد. والمتابعة من ياسين الحاد، نعم حديث عن تقنية الفار التي ستدخل للبطولة الوطنية، وهذا يلزم الكثير من المجهودات بين ما هنا كرة وفرصة لعناصر نادي الوداد الرياضي بديع الأوك لفائدة فريق الوداد الرياضي. هذه الإعادة، جيبور يمر الكرة لفوزي أو للاعب بديع الأوك، لكن إذا تلعب هذه الركنية عن طريق إسماعيل الحداد. أشرف داري فرصة كومارا إفريقي. يمكن انتشرت أخبار في الآونة الماضية بخصوص مباراة في فرنسا بينما هنا كرة بديع لاوك، بديع لاوك العرضية، ولكن متابعة بعد ذلك، إصرار يزداد مع مرور الوقت، والكرة وصلت لوفومبو، لوفومبو يمرر فرصة، فرصة فرصة لبالرحمة، تسديدة كانت ضعيفة يا بالرحمة، التسديدة كانت ضعيفة يا بالرحمة. سدد الكرة لكن التكناوتي بسهولة يسيطر عليها، دور كبير قام به اللاعب لوفومبو. شوية شوية الجيش يتحسن الأداء خاصة مع دخول نصير والحداد، الحداد يرفع كرة، هنا متابعة، فرصة التغطية لم تكن بالجيدة، هدف ثاني يضيع لفريق الوداد الرياضي، كان ممكن يحسمها الأحمر بهدف ثاني. عبد اللطيف نصير، ها هو نصير أمامه، هنا أخطاء دفاعية والثاني ممكن، وكان واحد منهم المادي النغمي وسط الكرة للجهة اليمنى، دي فرصة وكومارا بعد ذلك يبعد إلى الركنية في الدقيقة الأخيرة المتبقية على نهاية الوقت الأصلي. الوداد لازال يحافظ على هذا التقدم عن طريق اللاعب ويليام جيبور. فرصة البزغودي، فرصة، أوه ركلة جزاء لمادي الإعادة مرة أخرى هنا بين أشرف داري وكذلك المهاجم اليوسفي. هذه الإعادة مرة أخرى، داري يقصد الكرة، وقع الالتحام، وقع الاصطدام من هذه الزاوية، نشوف التدخل على الكرة من طرف اللاعب أشرف داري. عموما الحكم هنا اللاعب المادي بالرحمة، هل يكون رحيم بأنصار الجيش الملكي ويعطيهم النقطة أم الكلمة ستكون للتكناوتي بالرحمة؟ التعادل، التعادل كاد يتصدر التكناوتي، لكن في نهاية المطاف يفعل اللاعب المادي بالرحمة، يدرك هدف التعادل، نقطة لها قيمة كبيرة بالنسبة للجيش وبالنسبة كذلك لكاروسالوس وجماهير العسكري. نعم الجيش الملكي الذي عانى طيلة 90 دقيقة، الجيش الملكي اللي عانى طيلة دقائق المباراة، جاءت ركلة الجزاء وترجمها المادي بالرحمة. نعم هذه الإعادة مرة أخرى، سدد بقوة تستقر في شباك مرمى الحارس التكناوتي، سدد في المكان الصعب، سدد في المكان الصعب. هذه الإعادة من زاوية أخرى، التسديدة القوية نعم من المادي بالرحمة، وفرحة كارلوس سالوس بهذه النقطة. مشاهدي الكرام 31 نقطة للجيش الملكي، سيبقى في المركز الثالث عشر، ولكن ننسى توقيت الهدف، يعني نقول بأن النقطة مفيدة وغالية جدا لفريق الجيش بينما الاحتياجات لازالت تتواصل. ركلة جزاء فيها الكثير من الاحتجاج وفي الكثير من اللغط بالنسبة للاعبي الوداد الرياضي، لازالوا يحتجون على الحكم بوسليم بداعي هذا القرار، هل هو صائب أم خاطئ؟ طبعا السلطة التقديرية تبقى لبوسليم. عموما ستتواصل المباراة، نعيش الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل